واش لافافا، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في رياكشن جديده، ومرحبا بكم مع رابور جديد. كما كتشوفوا لتحت اليوم عندنا رياكشن على واحد الرابور غني على التعريف كما ديما، مستر كريزي، في الاجابه ديالو على علي صامد. هذا التراك هذا اللي سميتو موناليزا. المهم غادي نديروا ليه دابا الرياكشن. كما كتعرفوا يعني الرياكشن يعني اول رد فعل يعني نورمالمون ما خصكش تكون يعني مفرج في الديسك، ما خصكش تكون شايف التراك نهائيا. انا يعني هكا غادي تندير معكم، تنبارطاجي معكم يعني اول رياكشن ديالي على لي تراك. انا يعني ما تنديرش لي الريفيو، يعني كون شفتو تنحاول ما امكن نبقى ساكت في سميتو في لي فيديو، وابخي يعني تنقول الراي ديالي. المهم اليوم غادي نشوفو كيما قلت لكم مستر كريزي في التراك ديال موناليزا، ونشوفو كيفاش حتى هو رد على اخر تراك اللي دار علي صامد ديال نو بيس. وفوالا ما نطولش عليكم، الي كيما ديما 1 2 3 ليتس جو. فوالا مستر كريزي موناليزا من الابي تاع كاشو كنز. كسيري على دين امهم بالبنزو، شرك دين امهم بالتشينزو، قحبة ديالي باغا بيزو، ما غنجاوبكش باكيش الريزو، غنطح دين امك كي زيزو، كتبيها انا الويب كومبيليزو، لا ماشي باس هادا سيزو، نتايا ماشي غانكستا نتا قحبة غاشية خيزو. شكاعد اي ملك كترعاد، ديك ما تنادم معاك الحال وبغيتي تبعد، حاسس بيك باغي تدوي، قالك واس واش لاباس واش شوي، ماذا فاكر هاد اللعب لي كنبغي كنبغي كنبغي، حال 17 كنبري وسط الظلام، انا اللي كنت مضوي عليك دابا قطعني الزمن البوطو وصير قلبي على ويك ويك بيتش، واخا تعاملنا معاك زويل لي فيك فيك في عين القحابة بيتش، السواق رادو اللي قراو كتار جليت، هو ماشي راجل هو بنت، نسيت ايام كدور ستريكي ولي ام دايزا، اختاريت البلاد واخا عندي انا فيزا، اشوف في المرايا وشوف شكون لي موناليزا موناليزا موناليزا، ايام كدور ستريكي ولي ام دايزا، اختاريت البلاد واخا عندي انا فيزا، اشوف في المرايا وشوف شكون لي موناليزا موناليزا موناليزا، كسيري على دين امهم بالبنزو، شرك دين امهم بالتشينزو، قحبة ديالي باغا بيزو، ما غنجاوبكش باكيش الريزو، غنطح دين امك كي زيزو، كتبيها انا الويب كومبيليزو، لا ماشي باس هادا سيزو، نتايا ماشي غانكستا نتا قحبة غاشية خيزو. عبي بي شكون اللي دواك زبي، لقتينا فهاد الراب موهبة من عند ربي، سيد القاضي سامحني راه ما كنبغيش تعدو، غير عجبوني كاملين وبغيت ندير التعدو، فيها شي مشكل ما كاين تا مشكل، انا نويت غير الحلال تا فكر راك زبي، كاع لي تفافا كيتناك، نتا والميخيل اللي معاك باتش دخلتو ليست بلاك بلاك هول فور ريل، كريزي كان كيضرب في الزق ونتا كتسخن له الطرسيل، عاوي قلاوي راه ما عندكش منين تشدني بيتش، انا اللي حاويك حاويك. كان هذا هو التراك ديال مستر كريزي موناليزا اللي هو كلاش بين لمن علي صامد. عجبني الصراحة، عجبني لانسترو ديال كلاش، ولكن لي بارول شوية ماشي بزاف، لي بارول ماشي بزاف صراحة، يعني
بان ليا باش عجبني يعني علي صامد هو انه ما خسرش الهضره. يعني نورمال يعني الرابر لغه الشارع يعني موسيقى ديال الزنقه، ولكن يعني باش تكلاشي بلا ما تخسرش الهضره هذيك صراحه عجبتني عاوتاني في الكلاش ديال علي صامد. مستر كريزي الصراحة بهذا التراك هذا يعني صراحة خسر الهضرة بزاف ولكن لانستري اللي عجبني، لانستري صراحة ديال الكلاش كما قلت لكم مزيان سامارش. المهم يعني هذا هو الراب يعني هكا خاص يكون الراب. يعني انا من الناس اللي كيعجبني بان لي رابور يحاولوا ما امكن باش يمزكونا، يحاولوا ما امكن لي كلاش يكونوا في الموسيقى في لي تراك في التراكات، ولكن داكشي ديال دق عليا ندق عليك في لي ستوري وفي الفيسبوك صراحه انا ما عنديش مع داكشي. تنحترم لي رابور اللي تيكلاشيو نيشان يعني تيكلاشيو في لي تراك، يعني بنادم خاصو بنادم غيتمزك ومن حتى هو غادي يطلع النيفو ديالو لا هو ولا مع من تكلاش. كانت هذه الرياكشن ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. كما ديما لايك وفركع ديك السبسكرايب الا كتشوف هذه الوجهه اول مره، وتهلاو ليا فراسكم. ان شاء الله رمضان ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير، وكما ديما هذا الوباء يمشي في حاله. كان معكم يوبا في هذا الرياكشن، باي باي، بيس ليكم.